فالخلاصة نعم، المجتمع الدولي حتى الآن لم ينجح في وقف العنف والمأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري. سيادة الأمين العام، سمير عمر، سكاي نيوز عربية. يعني واضح أن هناك رهان ليس عربيا فقط وإقليميا ودوليا على نجاح جنيف 2، لكن هل هناك يعني فرصة لتوفير فرص النجاح لهذا المؤتمر؟ على سبيل المثال هناك تباطؤ المعارضة السورية في المشاركة في المؤتمر، كان هناك مقترح بدعوة المعارضة السورية لتشكيل وفد للمشاركة في جنيف، هل أقررتم هذا الأمر؟ هل ستدعون المعارضة السورية لتشكيل هذا الوفد أم لا؟ الأمر الآخر، إشكالية حزب الله، يعني رقم حزب الله في المعادلة اللبنانية وفي معادلة الصراع العربي الإسرائيلي رقم مش سهل، كيف ستتعامل مع هذا الأمر وبخاصة أن هناك مطالب بإدراجه على اسم المنظمات الراعية للإرهاب بعد دخولهم في القصير، كيف ستحلون هذه الإشكالية؟ وهل تعاملتم مع المطلب الخاص من معاذ الخطيب وهيثم المالح بشأن هذا الأمر؟ هو الأقر في الاجتماع؟ جميع الجهود يجب أن تبذل وأعتقد بتبذل لإنجاح اجتماع جنيف. اجتماع جنيف لا يأتي من فراغ، هو يأتي بوضع معين وهو تنفيذ ما اتفق عليه في البيان الختامي في 30 يونيو من العام الماضي. البيان الختامي بيتكلم بصفة أساسية عن بدء مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، full executive powers. هذا الموضوع لم يطرح بعد، والآن كل الجهود مبذولة لإنجاح الاجتماع بحيث أن الحكومة ترسل وفد، النظام يرسل وفد، والمعارضة السورية ترسل وفد. تشكيل هذه الوفود متروك لهم، والمعارضة السورية أنا أعتقد يعني في اجتماع باكر أعتقد في لندن للكور، ما يطلق عليه كور جروب، ثم بعد ذلك في اجتماع في إسطنبول لاتخاذ الموقف بالنسبة لسوريا والوفد الذي سيحصل هناك. المطلوب أن يكون هناك وفد يمثل المعارضة السورية ووفد يمثل النظام، هذا ما اتفق عليه في جنيف العام الماضي، حتى يستطيعوا أن يجلسوا معا ويقوموا بالخطوات المطلوبة التي تؤدي إلى مرحلة جديدة في النزاع السوري. أنه لقاء ما لقاء؟ لا طبعا، هم بيجتمعوا لوحدهم يقرروا هذا، ما حدش معاهم، هم يجتمعوا هذا الموضوع، الجامعة بتجمعهم في أي وقت. أنا كنت على اتصال اليوم بالشيخ معاذ الخطيب وهيثم المالح كما تعلمون، جالي ورقة من ميشيل كيلو بموضوعات معينة، احنا على اتصال مستمر بيهم، وكان هناك فكرة ان احنا ندعوهم قريب جميعا، لكن ربما هم يوصلوا إلى الحل لوحدهم. معالي الأمين العام، حزب الله، حزب الله هيعالج في الإطار الموجود، تدخل في سوريا المفروض وقف كل التخدلات. لا ما لم يطرح هذا الموضوع. طيب معالي الأمين العام، تهاني عليمي، إذاعة صوت العرب. يعني بعد تمسك لبنان بسياسة النأي عن النفس وصدور قرار بتوافق جميع السادة الوزراء اليوم كما ذكرت حضرتك ومعالي الوزير على إدانة أي تدخل خارجي في سوريا، كان هناك قرار بالإدانة، ماذا بعد الإدانة من قبلكم أنتم كجانب عربي؟ ماذا بعد الإدانة؟ أنا لا أدري، ماذا ترغبين أن يكون هناك بعد الإدانة؟ إعلان حرب؟ إيه بعد الإدانة هنعمل إيه؟ الاتحاد الأوروبي أداة، مجلس الأمن لم يستطع أن يدين، كان هيعملوا بيان ولم يصدر فيه شيء، هذا هو الموقف الذي اتخذناه بالطبع. إحنا نعيش في عالم واقعي. ما كانش فيه أسئلة تانية يا جماعة، مشكرين جدا. سعادة الأمين العام، بتسأل الوزير شوية. سعادة الأمين العام، بسامعك. حاضر. القرار صدر في 6 مارس الماضي بأنه الائتلاف السوري يمثل الشعب السوري وهو محاور رئيسي ويستطيع أن يجلس على المقعد عندما يشكل حكومة. حتى هذه اللحظة لم يشكل حكومة. جميع السادة أصحاب المعالي الوزراء ولا أقول أيضا السفراء الذين كانوا موجودين اليوم، حكومتهم أرسلت من سيمثلهم، لم ترسل أي حكومة سورية تمثل الشعب السوري أو الائتلاف هذا الموضوع، لأنه لا توجد حكومة، لما تشكل حكومة يشغلوا المقعد. هذا ساعة الأمين العام، ساعة الوزير، لكن القرار أخذ على مستوى حتى القمة. يعني
سعادة الأمين العام، سعادة الوزير، هناك اعتقاد بأن ثمة تراجعا أو تراجع في موقف الجماعة العربية بعد التحالف أو بعد الاتفاق الروسي الأمريكي في موسكو. السؤال الثاني أو الجزء الثاني، لا لا لا، السؤال الأولاني تراجع في إيه؟ يعني ماذا تقصد بالتراجع؟ يعني الموقف العربي كان يتشدد تجاه النظام السوري، الآن لا أحد يتحدث عن ضرورة أو سرعة خروج النظام السوري من الحكم. يعني كان في كلام عن فورية أو النظام يجب أن يخرج فورا من الحكم للحل السياسي في سوريا. الجزء الثاني، هل تكفي الإدانة، هل تكفي الإدانة والإشدد عليها، أو هل ترتقي إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها حزب الله في سوريا وقتل عشرات أو مئات أو آلاف المدنيين؟ شكرا. فيما يتعلق بالجزء الثاني، جميع الجرائم التي ارتكبت في سوريا هناك العديد من القرارات التي تظهرها جامعة الدول العربية وتتمسك بها جميع الدول العربية، فإنه يجب أن كل من اقترف مثل هذه الجرائم أن يقدم للعدالة الدولية. وكما تعلمون هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وبالتالي لا تسقط بالتقادم، فمن قام من اقترف مثل هذه الأعمال سيلقى في يوم من أيام جزاؤه. متى؟ لا أستطيع أن أجيب عليك. بالنسبة للتراجع اللي ذكروا السؤال، أنا بعتقد أن هذا القرار لما هتقروه هذا واحد من أشد القرارات، إن لم يكن في الحقيقة أقوى القرارات اللي صدرت في موضوع المسألة السورية. بس اقروه بتمعن شوية هتلاقوا فيه الكلام عن نقل السلطة، نقل السلطة من مين لمين، نقل السلطة من اللي معاه السلطة حاليا إلى سلطة جديدة. هتلاقوا فيه كلام عن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كنا واضحين جدا في الحقيقة، هذا يعتبر لو أنتوا قارنتوا القرار ده بالقرارات السابقة هذا واحد من أقوى القرارات التي صدرت عن الجامعة، والدلالة كما قلت أنه صدر بالإجماع. يعني إذا وضعنا جانبا موضوع النقي بالنفس، وده موقف معروف للحكومة اللبنانية ومفهوم، يعتبر واحدا من أقوى القرارات اللي صدرت في الحقيقة في المسألة السورية. طيب، معالي الوزير عبد الفتاح فايد من الجزيرة، أنا هنطلق من النقطة الأخيرة لسيادتك معالي الوزير والخاصة بالنقي بالنفس. المعارض السوري هيثم الملح النهاردة في كلمته أمام مجلسكم الموقر أكد على أنه يحمل لبنان المسؤولية عن تدخل حزب الله في سوريا باعتباره جزءا من الحكومة اللبنانية. كيف يتسق هذا مع النقي بالنفس؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خاصة وانه سيادتك اشرت لان هناك شبه توافق على هذه القرارات، رغم شبه توافق، هذا القرار عليه توافق كامل، القرار توافق. القرار يعني، بس هناك تناقض ربما بين استمرار لبنان في الحديث عن النقي بالنفس وبين تدخل حزب الله الذي هو جزء من المنظومة الحكومية اللبنانية كما قال هيثم الملح باسم المعارضة السورية. النقطة الثانية تتعلق بجنيف 2 وكأنه اصبح هو الهدف. هل هناك رؤية عربية مشتركة، هناك موقف، هناك ستتجه به الدول العربية إلى جنيف 2؟ حضرتك تكلمت في كلمتك مع الوزير عن مسألة أن الذين تلطخت أيديهم بالدماء لن يكون لهم مكان في سوريا، هل يشمل هذا النظام السوري القائم حاليا؟ أظن يعني ويشمل الرئيس بشار. أولا السؤال عن الكلام اللي قاله الأخ هيثم وموقف لبنان من النقي بالنفس، ده لا يوجه إلى وزير خارجية مصر، يعني ده يوجه إلى الطرفين، وحتى طبعا كرئيس الدورة، إنما أيضا يعني موقف لبنان بالنقي بالنفس لا، موقف ليس بجديد منذ بداية الأزمة السورية، وموقف لبنان دائما هو النقي بالنفس لظروفه الخاصة، قد تتقبلها أو لا تتقبلها دي مسألة تانية، إنما ده موقف لم يتغير منذ بداية الأزمة السورية. موضوع من لم تتلوث أيديهم بالدماء ليس لهم، من تلوثت أيديهم بالدماء ليس لهم دور في مستقبل سوريا أو في سوريا المستقبل، ده الموقف المصري منذ بداية الأزمة السورية ولم يتغير، وأعتقد إن ده النهاردة هذا الموقف عليه تقريبا شبه إجماع، إن أي حكومة انتقالية، كلمة الحكومة الانتقالية، السلطة الانتقالية، ما أعتقدش إن حيكون فيها مكان لمن تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري. بس لو سمحت لي يمكن أضيف حاجة، لأن وجهت السؤال كان بيتحدث أيضا أو بيدور حول هل جنيف أصبح الهدف؟ نعم، جنيف أصبح الهدف لأنه هو يؤدي إلى حل سياسي، وجميع قرارات جامعة الدول العربية منذ سنة أكثر من عامين بتتحدث عن حل سياسي، فالمطلوب كله هو حل سياسي. كما ذكر معالي الوزير، إيه الحل السياسي؟ اجتماع يضم النظام والمعارضة للتشكيل، للانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة، ولتشكيل حكومة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وهم
هم اللي هيقرروا. لو جم الشعب السوري قرر ان زيد او عبيد الف ولا باء ولا مين ممكن يدخل في هذه الحكومه فليدخل، ما حدش يتدخل. لكن المبادئ العامه تم الاعراب عنها بكل دقه وتاكيد عليها في كل القرارات، وهو ان من يديهم ملوثه بالدماء لا يشتركوا. عشان هي في ايه؟ معالي الوزير، بصفة سيادتكم اليوم ترأستم اجتماع مجلس الجامعة العربية، سمعنا ان هناك كانت خلافات شديدة بين وزراء الخارجية حول بقاء الاسد او تنحي الاسد قبل مؤتمر جنيف، فماذا توصلتم في هذا الاطار؟ وما هي الجهود التي ستبذل في المرحلة القادمة للوصول الى جنيف 2؟ يعني هل هناك اجتماعات اخرى ستعقد خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا. بالنسبة لوجود خلافات شديدة، في الحقيقة هو كان في آراء وتبديلت آراء، وهذا هو الوضع الطبيعي يعني في مثل هذه الاجتماعات، وهذا هو الغرض من هذه الاجتماعات، أن نستمع إلى الآراء المختلفة ونحاول الوصول إلى رؤية مشتركة. أحيانا لا ننجح وأحيانا ننجح، اليوم والحمد لله نجحنا في الوصول إلى رؤية مشتركة، فهذا يعتبر في الحقيقة يضاف إلى رصيد هذا الاجتماع اليوم. بالنسبة لجنيف 2، احنا سمعنا زيكم النهاردة ان كان في اجتماع وانه تم الاجتماع الجاي يوم 28، فنحن نراقب ما يحدث ونشوف امتى ان شاء الله هيتقرر عقد جنيف 2. وطبعا الجامعة العربية يعني الدول العربية هتكون فيها دول فاعلة في المؤتمر وموجودة في المؤتمر في عندما يعقد الجنيف. نعم، قال انه خلال يوليو يعني، ما طبعا اذا كان في اجتماع جاي 28 طبعا في يوليو. لا، قبل جنيف احنا بنتكلم على يعني في خرطه دلوقتي معروفه وفي خطه معروفه ان 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 في مساله الحكومه الانتقاليه لها سلطات كامله بما فيها الدفاع والامن وخلافه، دي المرحله الانتقاليه. المراحل إن بعد كده هي السلطه، هذه السلطه هتقرر ماذا يحدث بعد ذلك. In English, but in English. So I'm reiterating her question about the transitional period, and I'm reiterating the question about the fate of Assad during the transitional period. What will be exactly the fate of Assad? Have you agreed on that? And what exactly is meant by peacekeeping forces that will oversee the transitional period? Thank you very much. Secretary General, please. Well, let me start by saying that this question of the presence of the president of Syria is going to be discussed by the Syrians. The Syrians are going to discuss this matter. The transitional period, what is a transitional period? By definition, a transitional period is to move from one regime to another. This is a transitional period. They will decide who will oversee it. The executive, man. They will themselves agree on the general principles. We have asked also for a cessation of hostilities, a ceasefire, and no ceasefire should go away or succeed without a monitoring machinery. So there will be something from the United Nations. The United Nations has been preparing for that for some time. As soon as the transitional period will enter, there will be United Nations forces to ensure that no one violates the ceasefire. That the Arabs have 10 points which they believe should be followed in this meeting in Geneva when it convenes. And actually one of these points concerning the transitional period, the transitional council or authority or whatever you can call it, will have full powers. This means that Assad has no role in this period. All his authorities will be transferred to the transitional authority, including defense, including security, and all other issues. This is very clear here, actually, in the paper. The meeting, you have to take into consideration that the meeting is convened by Russia and the United States. They have set the parameters for the meeting, and they will be the co-sponsor of the meeting. And this has been agreed by everyone. Okay, shukran jazilan. أنا مش سامع كويس، معلش.
اصدقاء سوريا مش عربيه الاجتماعي، اصدقاء سوريا مش عربية. كل الدول كانت موجوده. اسال حضرتك على الرغم من اهميه اجتماع اليوم الا ان وجدنا غياب لممثلين دول اصدقاء سوريا زي قطر والسعوديه على مستوى وزراء الخارجيه. الحاجه الثانيه كنت عايز اعرف تصور حضراتكم للدول العربيه المشاركه في مؤتمر جنيف، وماذا عن مشاركه ايران، موقفكم منها ايه؟ شكرا. بالنسبه للمشاركه دي لا تعني شيء، ان ممكن يبقى وزير الخارجيه مش موجود، بيبقى في رئيس وفد. النهارده قطر كان في وزير الدوله للشؤون الخارجيه موجود، السعوديه كان في دكتور نزار مدني كان موجود. دي لا تعني اي شيء في الحقيقه. الشخص اللي قاعد في المقعد ممكن يبقى سفير، ممكن يبقى وزير دوله، ممكن يبقى الوزير، دي لا تعني اي شيء. لا تعني غياب اصدقاء سوريا. افتكر كل اللي موجودين هم اصدقاء سوريا، يعني كل اللي موجودين في الجامعه العربيه كلنا اصدقاء سوريا. فده ما افتكرش ابدا ان يعني تقدر تقري حاجه زياده في 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 هذا الموضوع. هذا لم يتحدد بعد. هذا لم يتحدد، ما زالت المشاورات جاريه، ما زالت المشاورات جاريه في هذا الشان. شكرا. هذا سوف يتحدد في الاعمال التحضيريه. شكرا. فاكرين اهلا. ازيك؟ ازيك؟